أسلمت كم عندي في قناتي روح المائدة، هذا القناة اللي من ذاك تنوع لكم في الوصفات وفي ليزاستوس. اليوم برك حبيت نبدل كامل، نخرجوا شوية من الكوزينة. أنا جبتكم البيرو هنايا، جبت لكم هذا الكتب اللي راهم ما شاء الله من كل نوع. سيت اون مانيير باش انا نفيتي لكم فيه وانتو مات ونقصر معاكم. فوالا اليوم جيت نوري لكم ولا نهضر لكم على لام دو تابل، هذه روح المائده يعني شكونها، نعرفكم بها. الحاجه الاولى هي مرا، يعني مرا مولات دراري، عندها زوج دراري، عندي اربع دراري بسلامتهم. دونك حبيت نعطيكم نبذه شويه من الباركور نتاعي. دونك فوالا بديت يعني نبداو، على بالكم لو ديريكت شويه صعيب سي ايموسيونيل. الحاجه الاولى اللي نبدا نهضر عليها هي قلت لكم لو باركور، كيفاش باش وصلت فتحت انشان. بصح انا جست على مراحل بزاف منهم، الحاجه الاولى حتى كبر ولادي باش بديت نخرج وبديت نتعلم. انفان كان عندي يعني شويه دي كونيسونس، راكو تعرفوا الكتب تاع زمان بكري ما كاش كيما دوكا، هذو تاع التواصل لي تو، كنا من وحده لوحده من الكتاب لكتاب. راكو تشوفوا لو بو اللي كان كاين، بصح كنا نتعلمو، اللي قلبو حار من صغرو يتعلم. خدمت شحال من صنعه، في الاول كنت نخدم الصوف، يعني كنت نخدم لي بغاسيير لي بيلي غلوندي، كاين هادو يعني معناتها الصوف نخدمو هادوك ضفاير، خدمت حوايج تاع لي بيبي بزاف، ومن بكري نحب الصنايع. ومن بعد بشويه بشويه درت لابغودغي، خدمت سوتاج، خدمت عقاش، يعني شويه 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 من كلش. يعني من بكري نحب الصنايع، نحب خدمه اللي كيما نقولو نخدموها بيدينا وننتجوها والناس يفرحوا بها، هذا هو دائما الحاجه اللي تفرحني وتعجبني. دونك واش درت، رحت نقولوا جاز واحد الوقت، لحقت الساعه وين تبدلت الحياه تاعنا. يعني كان عندنا يعني واحد الابتلاء ربي عطاهولنا ويكثر خيره على ما متربي. جوزنا ذاك الوقت شويه صعيب، بالعقل بالعقل رفدنا روحتينا، مي سيتي با دو تو فاسيل، يعني ماشي حاجه سهله باش الواحد يعاود يديماري من زيرو. بالعقل بالعقل واش كتبنا ربي نشوفوها، يعني هذه هي لازم نتقبلو اي وضع، لو كان تاع العبد نروحو ليه نحوسو نفهمو، مي تاع سبحانه يعني نصبروا لها وكثر خيره والحمد لله. دونك كيفاش انا بديت باش وصلت فتحت انشان. في الاول قلت لكم حتى كبر ولادي باش بديت نحوس نديكوفري ليكستيريور، يعني برا بديت نقرا، قريت شويه، درت شويه باتيسري، درت لا كوزين يونيفرسال، درت ان بو بارتو. ومن بعد كانوا عندي قلت لكم دي كونيسونس، يعني كانت عندي شويه كيما نقولوا خبره، ماشي دخلت هكذا برك جوست باش نسقم حوايج، هذا ما كان. ونسي واحد كيكون وحده ما يعرفش قيمته حتى كيخرج في وسط الناس باش يقيم روحه، لا علينا. دونك بديت نخدم بلوتو، بديت نقرا بشويه بشويه، بديت نخدم لي كوموند في الدار بشويه بشويه، حتى كبروا لي كوموند، بديت بخمسين حبه حتى وصلت خدمت 400 500، هذا بهذا حتى وين وليت كيما يقولوا بروفيسيونيل ديزاين، يعني في الدومين تاع الطياب تاع بوكو بلوس لي غاتو. ومن بعد كتب ربي رحت قريت في واحد المدرسه، شافتني ديك اللي كانت تقريني الله يعطيها ويمنيها، هي اللي كيما نقولوا دارت لي رجليا في لي غاي. قالت لي وعلاش ما تخرجيش تخدمي، باسكو كانت سمعت بالحكايه تاعي تو، دونك عرفت واش كاين واش صرا لي، وانايا كنت حابه كوت كوت نعاون مولا بيتي في يعني بو غوديماري كيف كيف، لا علينا. دونك كي
كي شافتني هكذا يعني شاطرة وعندي دي كونيسونس وعندي كيما يقولوا تاع وحدة اللي تقدر تمد يعني البو دوني للناس باسكو ماشي كاع الناس يقدروا يترانسميتي لي ميساج. أه الما بروبوزي نخدم. رحت المبنى بيتي قلت لها استني نشاورو، شاورتو يعني وسينا درسنا الوضعية، قال لي ما كاش مشكل ابداي تخدمي ما فيها والو. اداتني الجمعيه الفلانه والفلتانه، خدمت معاها شويه هنا شويه لي، خدمنا يعني الله يبارك بالعقل بالعقل في كل مره وين خدمت يعني ماشي في بلاصه وحده، وكنت نخدم او ميم طون لي كوموند. ومن بعد من هذه لهذه حتى ديت اون اكسبيريونس تاع برسك 10 سنين وانا في الخدمه هذه. بصح كنت بزاف ندير غير لي غاتو، ما كنتش نمس لا كويزين. لا علينا، دوك ديت اون اكسبيريونس، شفت ناس كلاو ماكلتي الناس، كنت حصراه ابوبخي في السمانه نشوف كثر من 100 اخت، كسوسوا الكبارات الصغارات لي جون في لي قريه لي ماشي قريه لي في الدار لي حجبانه، يعني راهم يشهدوا عليا كامل لي جازوا عليا الله يذكرهم كامل على خير. ويعني جامي جي دو بروبليم مع نيمبورت لاكيل فيهم، ندخل نضحك نقصر ونبارطاجي وندخل فرحانه للدار باسكو جي ترونسمي واش كان عندي هذيك الطاقه هذيك لينيرجي جلي ترونسميز لهذوك النساء كامل، والحمد لله مديت من قلبي وجيتي تري زونات، وكنت يعني نمد وما بخلت بحتى وحده بحتى حاجه. من بعد حتى وين كتب المكتوب زازت تلاقيت بالاخت هذه اللي هي هدرت لي على اليوتيوب. انا كنت نشوف في اليوتيوب نفرح يعني كي نشوف، وجامي يجي وليدي نقول باللي نفتح وندير قناة، ولا عمري والله عمري ما جات في راسي. حتى وين هي شافتني هكذا يعني اتصلت بيا قالت لي يعني ما شاء الله عندك راسيد كبير سورتو في لو تراديسيونيل و فوالا، دونك شوفوا ربي قال لك السبب وانا نعينك، انا بديت حاجه وربي يفتح لي بيبان اخرين. قصدتني قالت لي بديت تخدمي وما تخافيش. بعد انا قلت لها كيفاش انايا ما عنديش خبره في هذا الدومين ولازم لي دي ولازم لي، قالت لي نو ما لازم لكش حاجه كبيره، دو كوراج برك كوراج يلاه افونسي. بداي بديت حتى قلت لها صبري نزيد نشاور مول البيت. ومن بعد كي شاورتو زدنا درسنا القضيه وقال لي ما كوالو يعني راكي تخدمي في دويرتك، كل الحاجه اللي ديريها راهي مستوره في يعني راكي في الدار. المهم يعني دان كوتي مليح باسكو علاش برا بديت نايا كنت عارفو لي شوك هذو ايموسيونيل، وكاين دي شوك هذو تاع الدنيا شويه صعاب يطيحوا العبد، وتاني الوقفه بزاف يطول ويروحي ورواحي هذو كامل اللي يعيو سيغتاناج. من بعد قلت خلاص نبدا نخدم في الدار، ماشي بطلت كامل مي نقصت شويه كالكو زيكول نقصتهم، خليت غير وحده وين كانوا يغيضوني باسكو هذوك صحاب لي زيكزامان يقراو غير 3 شهور ويدوا لي زيكزامان تاعهم، دونك بقيت نقريهم ليومنا هذا. ومن بعد بديت في اليوتيوب، بديت بالعقل، بديت افيك ان تيليفون كيما كامل بالك بداو هكذا، نقول بالك ما تعجبش الناس هذيك لا فيديو، خرجت الاولى خرجت الدوزيام حتى راني في فيتاميتي، نبدا يحلالي الحال، بديت نربي كيما يقولوا لا فامي تاعي نكبر فيها، سي اون اغيني هذه تجيب هذه هذه تجيب هذه، حتى وين وصلت وين راني ب 100000 لي كالك ابوني عندي مده عام اللي حليت. دونك 100000 ابوني الله يبارك ما شاء الله، عندي توت لي كاتيغوري لي كاين اللي نعرفهم كاين اللي قلت لك سي ميزيلاف بداو يعرفوني. يعني راني شاده جمله الناس يعني فوالا. دونك انا دابخي لي سونداج تاعي كي نشوف لي كومونتير كاين اللي حتى من الخارج. دونك عندي برسك فايته بلوتو 100000 ابوني، راني طلبت الدرع هذاك ان شاء الله يجيني ونوريه لكم. بصح كاينه حاجه انا حبيت نستفسر اسكو واش راني نوري واش راني نحط يعني يساعد كامل الناس ما يساعدكمش، انا يعني حبيت ندير ان سونداج.
ان سونداج باش نعرف وين راه لو ديفيسيت، يعني حاجه خصت حاجه زياده. كاين اللي قالوا لك تهضري بزاف، كاين اللي يقولوا لي عباليش بزاف لي كومونتير نيجاتيف ولا بوزيتيف. انا انسانه نحب لو بارطاج وما عندي حتى مشكل، جو ريسوا توت كريتيك، ما عنديش مشكل، جو بريجوج با الناس، يعني ما نجوجيهمش. قالت لي حاجه نغمض عيني ونسكت، وشنو الانسان اللي ما يعرفك يخسرك. دونك انا ماذا بيا هذوك الناس اللي يحبوا يكريتيكو، ما تدخلي ما تشوفي ما يوجعك خاطرك وخلاص. كاين 100 و200 يوتيوبرز، هذا ما كان. دونك حبيت نستفسر، وحبيت لو كان تخلوا لي دي كومونتير باش تقولوا لي كامل واش وين راه مليح ولا دوني. انا قلت لكم لي كريتيك نقبلهم، هذا هو الانسان اللي باسكو خرجت للناس للناس، يعني هذا هو جو دوا ما طونغاتو، يعني نستنى كل حاجه منكم. دونك واش حبيت ثاني يعني قلت لكم حبيت لو كان تخلوا لي قلت لكم كامل الاقتراحات تاعكم وكامل، باسكو راني نشوف بلي لي فيديو درت بزاف، وراني قلت لكم عام وانا نحط بخسك كل يوم، دي فوا نكون ميتة عيانة بصح على وجوهكم وجوهنا الخير. درت ندير لي لاخر باسكو ولات شغل حاجة عادية نديرها، وبليجي شغل نحس موك لو كان ما نديرش الفيديو، ونحب هذيك لينيرجي اللي فيا نخرجها تو سامبلومون. دونك والفت باسكو عندي شحال مده قريب 10 سنين وانا نقري نمد نمد نمد، نحبس سوبيتمون. لا لا قلت لا لا، اون بليس دو سا هذا يوتيوب رانا نسترزقوه من النور، رانا الحمد لله كثر خير ربي. برك قلت لكم لي فيو راهم ناقصين، حبيت نعرف برك علاش. نتوما خلوا لي واش تحبوا، ما نقدرش نلبي كامل الرغبات نتاع الناس في قضيه الحلويات ولا الماكولات عندكم. برك حبيت اسكو نزيد حاجه، حبيتوني ندير حاجه جديده، حبيتوني نوري حاجه جديده، باسكو راني نشوف باللي اليوتيوبرز اللي ناجحين بخاسك كامل يديروا هذاك لو كوتيديان هذاك. وانا يا انا لوبجيكتيف تاعي نوري لي غوسات سورتو التقليدي، حبيت نوري هذا الجيل اللي راه جاي، نوري لهم العوايد نتاعنا. عندنا يعني اطباق ما شاء الله دو توت سورت، عندنا يعني عندي سافوار فير حبيت نترانسميتيه لكامل البنات، سورتو هاد البنات اللي راهم جايين دوكا بون علينا الكبارات هذو. قلت بالك هنا نهضر اون فرونسي دي فوا باسكو الغالب ما نقدرش نهضر غير بالعربيه، عندي متتبعات من الخارج، انا كونسيب بلونغلي نهضر، دوماج ما نعرفش مليح، نسلكها شويه برك. هذا ما كان، يعني نقول لكم الصراحه فوالا. دونك هذا واش حبيت نقول لكم من باب هذا لا فيديو. ان شاء الله وصلت واش حابه، وانتم مثلا وصلوني واش راكم حابين تشوفوا وتسمعوا يعني، وقولوا لي نهضر بزاف راني بالك مابانيش. انا المهم كي نوري لكم من غوسات نخرجها من اعماق قلبي كما يقولوا. ها الناس يعرفوني ذاقوا ماكلتي، يعني ما شاء الله ما كاش واحد قريتها ولا قريته وما فرحش وما خرج فرحان من عندي، وخرجوا كامل ساتيسفي يدعوا لي غير بالخير. هذا واش حبيت نقول لكم، سمحوا لي لا طولت عليكم شديتكم شويه اليوم ماشي كل يوم. وهكذا نقول لكم تبقاو على خير الى الملتقى باذن الله، مع السلامه.